صافي العالم، صافي العالم، صافي العالم، صافي العالم. اوف، رجعت القمني، رجعت القمني والخلعت القمني. السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم الفلوغ اللي وعدتكم بيه. كان ديما كنقول لكم ما فيا ما يدير فيديو فيا رده، ولكن حيت كنت ديما موعداكم انني ان شاء الله منين غتجيني الولاده فين ما جاتني وفين ما كنت غنطلق لكم فيديو. من الصباح وانا متكيه نط خلي ما موجد والو، لا حوايجي لا حوايج البيبي لا حتى شي حاجه. الوجع بداني من البارح في الليل، تشوفوا شاد مخدات وتقولوا راه حيت منين سمعت دابا انا نعاود لكم شنو طرا. ملي سمعتهم دابا في السبيطار قالوا لي خصك تجي ضروري، نوت كان صايب زعما احق باش تا مشيت للسبيطار وخرجت وانا والده وجا عندي شي حد نكون شويه داري مقربله. ما نعاودش لكم شي مقربله، ولكن المهم خاصها تخيميله وخاصها دعات. كنت ناويه نجيب السيده، المهم ما نعاودش لكم. من البارح في الليل وانا في الوجع، البارح جاني الارق، ما بغاش يجيني الناس، ما بغاش يجيني داك الناس نهائيا، بحال ما عرفت شنو درت. او كو 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 اللي يشوفني ما يقولش واش والده جوج. بناتي الاخرين تعذبت بالحماله ديالهم، ولكن ماشي بزاف، العذاب اللي كتستحملو اي ام، فهمتوا؟ العذاب المفرح كاع نقدروا نقولوا ماشي مشكل، حيت انا اصلا كنصبر للمرض هذا العذاب، ولكن ولاداتهم بجوج تكرفست فيهم تكرفيصه خايبه ما تبغيهاش غير دوك. هاد المره حيت تكرفست في الحماله ما نعاودش لكم، خايفه بحال ما عمرني ما ولدت، خايفه من الولاده بحال ما عمرني ما ولدت. يا ربي سهل عليكم يا ربي. عفوا غندعي معكم بزاف 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 بزاف، جاتني على غفله الصراحه ومازال ماشي وقتي باش نولد، باقي لي على الاقل حاولت ما امكن انني نتفادى هذيك الولاده المبكره اللي هي كيقول لك حتى كتوصلي ل 36 ومع 37 اسبوع. ما علينا، ملي هضرت معاهم قبيله قالوا لي الا جيتي ولقينا انه فيك فينا ما نشدو الوجع فيك واحد السيمانه اخرى، قولي 9 ايام بين ما ندخل في شهري. اوكي ما لقيناش راه غادي تولدي اليوم، لانه الوجع يا البنات فيا من البارح وانا صبرت في الا بزاف. حقت هادشي هذا، صبرت في الا كان جاني الوجع تقطقات لي السقيه مع 8 الصباح، وما مشيت للسبيطار حتى 9 الليل، 13 ساعه وانا في الدار توليت كحله، كثرت الوجع كان كيجيني كل 5 دقائق عاد مشيت. حاولت دابا حاليا محاوله ندير نفس الشيء، ولكن ما قدرتش البنات، ما قدرتش ما قدرتش ما قدرتش. من البارح في الليل بداني الوجع، قلت ياك ما هاد اللويزه خرجت عليا سخونه ولا هذا ولا هذا، واخا ما كنظن عندها ما دير. صافي شويه منين بدا كيجيني في كرشي ولا كيجيني في ظهري. بالنسبه للبنات اللي ما عمرهم ما ولدوا وما عارفينش شنو هو وجع الولاده، اولا اللي حاملات واول حمله ليهم ما عارفينش، وجع الولاده بحال وجع الدوره الشهريه ولكن مضوبل ب10 حتى 20 مره. حاجهكم عاد زائد ملي كيتجمع معاه وجع الظهر، حتى هو نفس الوجع اللي كيكون في الكرش كيكون في الظهر. عاد زائد ملي كتحسي بالقبض، هادو كلهم كيدير دلائل على انك فيك الولاده، فيك الطاقه تاع الولاده. ما علينا صافي، حاولت نصبر حاولت نصبر، ما قلتش لماما حتى شي حاجه، ما جمعش حوايجي ما جمعش حوايج بنتي، يعني غنقدر نمشي يا اما بيجاما يا اما نلبس عليا شي حاجه. اصلا ما عرفتش حتى فينا حوايج البيبي، كاين شي حوايج شريتهم شي حوايج انا كاع ما شريتهم، قولي لي دجمعي عصاك كما عرفت مالي. هاد المره طلقت على راسي بزاف، وتخيلوا انني انا انسانه عندي ريسك انني نولد ولاده مبكره بعد عارفه من شحال هادي وما جمعش حوايج البيبي. وحق الله عرفتي كلشي بناتي يقولوا لي راه خصك تكوني جامعه عصاك. بناتي ايفا وانا من السابع وانا كنت جامعه شاكي، هاد المره ما عرفت مالي واش شي حاجه نفسيه ما عرفتش. وحق الله العلي العظيم ما العلم، دابا الحمد لله الامور بخير. اه يا اختي جلسي شويه على العار. المهم حليت لكم هذا الفيديو حيت غادي نمشي للسبيطار، وكنت وعدتكم انني غنصور لكم فيلوغ الولاده. صافي الصوره فيا سخانه وفيا الرده لواحد الدرجه، عمرني ما جاتني الرده بزاف للدرجه هذه رهيبه، بحال بغيت نتقيا شي حاجه في شكل ومقلع عليا خاطري، ما بغاش نقلع لكم خاطركم. ولكن المهم قلت لكم غنصور لكم فيلوغ الولاده بلا ما نبقى ندخل نخرج مع الوجع والالم. انا دابا بديتو باش ان شاء الله نصور لكم فيلوغ الولاده الا ولدت اليوم، هانتوما غتشوفو معايا. هذا البنات عاوتاني في الفيديو. المهم قبل ما ندوزو لهاد الفلوق وتشوفوه معايا، بغيت ندير لكم هاكا واحد الحاجه اللي هي تكون مفيده بالنسبه لكم، بالنسبه للمتابعات ديالي. كنحس براسي شحال هادي ما جبت لكمش شي حاجه اللي هي مفيده، وهذه هي الواجب انني نقولها لكم حيت ما عرفتش من القدام شنو غادي يطرا.
هو انه جميع المتابعات ديالي، انا عارفه عندي بزاف تاع المتابعات من اوروبا، فرنسا، المانيا، بلجيكا، ايطاليا، اسبانيا، فين ما كنتي وكنتي جالسه في دارك عندك الانترنت وعندك التليفون، واحد الوجيبه من تاع خدمه زوينه بزاف، ماشي الشركه اللي في بالكم اللي نتوما عارفينها واللي معروفه، ماشي هذيك، واحد الخدمه اللي هي زوينه بزاف غير من الدار مع واحد البنيته اللي هي سميتها فايزه. بغيتكم كاملين بالحق البنات للعيالات اللي انا كنعرفهم مقيدات، وانا عارفه كيتابعوني بزاف تاع العيالات مقيدات دوك اللي وصلنا عندهم، حنا اصلا سواء مغربيات سواء جزائريات سواء المهم مغرب عربي اون جينيرال، من النوع اللي كيعجبنا نخدموه ما كنبغيوش نجلسو. فبغيتكم كاملين تدخلوا الى عندك غير التليفون وعندك الانترنت وبغيتي تجربي شنو هي الخدمه من الدار، ديري القدام، ديري المستقبل ليك ولا لوليداتك ولا الناس اللي دايرين بيك، ديري الدار، ديري كاع دوك، المهم تحققي الاحلام ديالك. باش ما نقولكمش دير الدار، الطوموبيل، الفيلا، وما تقوليش شي وحده لا ماشي الدار الطوموبيل هما احلامي. المهم تحققي احلامك، لان اي امراه عندها مدخول مادي كتدخله، راه سمحوا لي البنات نقولها لكم، راه كيقولوا المال ولا الفلوس خنز الدنيا، ولكن انا شخصيا وانتم شفتوا معايا وكاع الناس ملي كنطيحوا في شي مواقف، ملي ما كتكونش عندك فلوس ديالك البنات راه ما كاينش اللي غادي يعتقك. زائد حنا النساء ملي كتكون عندنا، ملي كيكون عندنا مدخول ديالنا راه حنا كنكونوا طايرات، يعني كنحققوا به داكشي اللي بغينا وكنحسوا بالحلاوه ديالو. وحاجه اخرى لافونتاج الاخر اللي فيها هو انه من الدار، يعني مع وليداتك، مع راجلك، مع بنياتك، مع المهم بحال دابا انا مثلا هنا فيا الوجع وخدام على راسي بطبيعه الحال انا من اليوتيوب، يعني كتكوني خدام على راسك في جميع في اي وقيته انتيا كنتي فيها، غير بالتليفون ولا انترنت تكون عندك في التليفون صافي، يعني ما كتخسري حتى شي حاجه. من اوروبا كامله انا كنركز عليها، من اوروبا ماشي من المغرب والجزائر، من اوروبا صافي. طاحت لي شي حاجه ان شاء الله تاع المغرب، اولا جات عندي شي بنت بغات شي عندها شي خدمه هكا من المغرب، راه غنبارطاجيها معكم. هذه بالنسبه للناس اللي عايشين في اوروبا يتواصلوا مع فايزه، غنخلي لكم النمره ديالتها في صندوق الوصف، اللي بغات تدخل وتخدم وكانت مجده راها كتبع معكم جميع الخطوات، يعني ملي كتدخلوا عندها وكتسجلوا وكتشرح لكم الطريقه وكل شيء، ومن بعد كتبقى متابعه معكم. هادشي اللي قالت لي، هادشي اللي شرحته لي فايزه انا كنشرحه لكم، يعني انا كندوز لكم الميساج ديالها عن طريقي، دونك كتواصل معكم وكتبقى معكم، يعني ما كتطلقكمش وتخليكم تواجهوا وحلتوا كان عندكم مشكل. شديت الهضره متابعه، كان عندكم شي مشكل في الخدمه او لهذا، غادي تكون ديما مواظبه معكم بحال كي كنقولوا بحال الراعيه ديالكم. فدخلوا لصندوق الوصف البنات. بغيت فريمون، انا كنحمق انني نشوف الناس خدامين، يعني ماشي غير حنايا اللي نخدموا، على اليوتيوب خدمه وتا هو خدمه من الانترنت طبيعه الحال، خاص يكون عندك غير كاميرا وتليفون وانترنت. فبغيت نشوف حتى عيالات اخرين، حتى البنات، حتى المتابعات ديالي، نحس بهم انهم زادوا القدام سيرتو هذه الخدمه. راه ماشي ضروري كاين اللي كيكون خدام هو ديجا خدام وفي نفس الوقت خدام هكا، يعني هكا وهكا، فين ما كانت شي حاجه كتجيب الفلوس حطوا راسكم فيها البنات، فيما كانت شي حاجه كتجيب لكم انكم تعولوا على راسكم وتبنيوا مستقبلكم حطوا راسكم فيها. هذه وجيبه، تواصلوا مع فايزه والله يسهل لكم. وفي الوقت بغيت نقول لكم دعوا معايا، وانا حتى انا غندعي معكم، والله العظيم غندعي معكم بالسميات ان شاء الله. غنرجع للفيديوهات القدام، كنت باغا ندير ليستا وديما كنت كنقول راه باقي تندخل في شهري وندير ليستا وندير كل شيء بالسميات، ندعي مع كل وحده بسميتها، لانه كيقول لك الدعوه ديال المراه اللي كتكون حامله كتقبل خصوصا في المخاض، يعني في الوجع تاع الولاده. فصافي هادشي اللي كاين، ما بغيتهمش، ما كنتش باغاهم يقولوا لي اجي، وما كنتش باغاهم يقولوا لي راه تولدي ما والو، ولكن قلت لها انا ما موجداش لها ساكت البيبي، لا قالت لي جي وجيبي معك حوايج البيبي، قلت لها ما عنديش ما موجده حتى شي حاجه، فنقدر نمشي يا اما نقول عمر يجي يدي، يا اما نهز انا شي لبسه دابا من لبساتها ونمشي، ما اتصور اني ما موجداش، غنتسطان حماق. ما علينا يا ربي نتفكى على خير، خليكم معايا البنات، نوض نحيد هذا خرقت حياتي مزير على راسي، لان كنحس بواحد الدوخه رهيبه، ونلبس دغيا عليا حوايجي ونكمل معكم الفيديو. داكشي البنات عرفتو اللي كنت خايفه منه هو اللي طرا، قالوا لي خصك تجي عندنا ضروري نشوفوك، نشوف واش الولاده واش الطلق، ما تعرفش يقولوا الطلق الحقيقي ولا الطلق الكذاب ولا الله اعلم. كوكي يا ربي خصني نتقاشر،
عرفتو وحق الله نحشم نوري لكم الوقفه اللي انا واقفه. ما علينا، والمشكله جاتني بوحديتي، ما بغيتش نخلع حتى شي واحد، عمر ما بغيتش نعيط ليه، قلت غنمشي لعندهم بعدا هما وندير ونشوف الا كانت الا كانت شي حاجه. ديك الساعه نعيط لهم نقول له تبعني جيب لي الحوايج، ويتبعني كسان شي بيجامتي. شويه نقول بلاش نمشي شغاله بس البيجاما، نقول له تبعني كسمعي، لانه الا كانت غادي نولد خصو يكون معايا طبعا. الا كان عن ولد راه غنصور لكم دابا من هنايا، يعني غندير لكم فلوغ من الدار وغنكملوا لكم في السبيطار. ديك الساعه غنصور لكم كلشي، انا قلت لكم نصور لكم كلشي حتى الوجه غنصور لكم كله هانيا. اوف يا ربي الحبيب، هاد الوقيته كان بغي الصراحه نمشي نبقى نستغفر الله، لان هادا ديما هكا وقت الولاده ديالي. شوفوا باند كل باندا من جهه، خليها الباندات وقت الولاده ديما كنبقى نكرم الله بزاف، لانه كنخاف من الموت، حيت يقول لك رجل في الدنيا رجل في الموت، رجل في الدنيا رجل في الاخره. الله يسهل على كل وحده يا ربي الحبيب، كل وحده باغا تعيش هاد الاحساس وربي ما يسرش ليها. كنتمنى من ربي انها تعيشه. الالم فيه بزاف تاع صراحه، ماشي ساهل، ولكن الامومه شي حاجه اللي زوينه تبغي كلشي صراحه انه يعيشها ان شاء الله. غير دابا مع ملهيه ملهيه وحق الله البنات، خصني يلا هزيت لي البيجامو، هزيت البيبي حيت شاريه لها الحوايج، هزيت لها جوج ديال التبديلات ومهم شي خريبيقات وصافي، حطيتهم تمايا فوق الناموسيه تاع بناتي باش الا جا عمر نقول له، الا جاتني الولاده نقول له جمع داكشي ديرو في الصاك وجيبو ليا، لانه مازال ما موجده والو. شحال من حاجه غتبقى خاصني عليا باقي ما نقضيهاش. من هي غنمشي للسبيطار وغنتاكد شنو طاري وداكشي. شحال قلبت على هذا، ولد الحرام تيتلف ليا ديما، تالف ليا. ها نتوما باقي على يعني باقي دابا حاليا هاد ثلاثه رونديفوات كاملين خاصني نديرهم، هادوك ثلاثه مازال ما درتهمش، عاد باقي موراهم رونديفو اخر على اساس زعما بقى الولاده ديالي بعيده. ايوا كنتمنى ما حاولت ما امكن ما نولدش. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. حاولت ما امكن انني ما نولدش ولاده مبكره وما قدرتش، ما كذبش عليكم، شي حاجه اكثر من محاوله راه درتها، كان ربي بغى يسر ليا نولد قبل من وقتي. ما عندي ما ندير، ما عندي كان دابا نتحنى نلبس قاشري، كان ربي بغى يسر ليا نتسنى حتى وقتي. راه كنتمنى من الله الخير، كنتمنى الخير. ها نتوما يا اختي درت العكر عكيره في الوجع، وكنضحك على راسي وحق الله. مشيت كنقلب على كلوز باش ندير كلوز باش ما يبقاش فمي، باش ما يبقاش فمي تيخلع. اسمحوا لي على التصوير، كما قلت لكم غنمشي على السبيطار. قالوا لي اي قالوا لي الا بغيتي نسافطو للكومبيلونس من هنا نص ساعه تكون عندك. قلت لهم بلاش انا نعيط للطاكسي، حيت اصلا الكومبيلونس كتديك السبيطار. عارفيني يسولوني واش كنسوق، قلت لهم كنسوق ولكن طبعا ما عرفتش نقدر نسوق انا في الوجه. الامبيرونس كتديك للسبيطار كتحطك ما كترجعكش من بعد، يعني ما كاين لاش، وخصني نتسنى نص ساعه. عيطت للطاكسي دابا قال لي انا سمحوا لي خصكم تشوفوني في ايفا. ايفا كنت كنغوت بالوجع، كنبقى نغوت فعلا، تعلمت انني نكتم على الداخل، ما قدرناش نهزج ليا السقعات. كتحطك لومبيلوس ملي كتسالي رونديفو ديالك. كيخصكي ترجعي راسك، عندي لبست قشرتي، كيخصكي ترجعي راسك من شوفو شوف مقدرتش لبست قشرة، ما عرفاش حتى كاين ديالنا بعدا اصلا. كيخصكي ترجعي راسك من السبيطار. اللهم اختي نمشي في الطاكسي، ونجي في الطاكسي حسن ليا، وزيدون الطاكسي غيجي دابا خمسة دقايق، لومبيلوس نص ساعة وشوف تشوف. ما علينا البنات خليكم معايا كما قلت لكم، غنمشي غنمشي للسبيطار ونقبل معايا الكاميرا ونهضر معاكم ونصور لكم كلشي ان شاء الله. جيت البنات ها انا كاينه هنايا، جيت اخيرا يلا دخلت. باقي عاد غادي يجيو عندي باش يصايبوا هادشي، كنشوف هادشي كنتخلع وحق الله الا كنتخلع.
في العطش العطش العطش، بس ما يجي عندي باش يعطوني شريبه وبوحدي ثقيل. كاين معاك حد؟ كنظن تما كاينه شي وحده واقيله والده وناعسه. لا ايوا المهم بعد وزاد النهار على خير يا ربي. البنات بقى في بلاصتي، جاو عبروا ليا طونسيون السخانه والحراره وداكشي. المهم دوك الاجراءات الاوليه اللي كيديروا عبطولو جوالو، مبغاش يمشي، سيختو لتحت 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 بزاف. ودابا غادي يجيبو باش يعبرو ليا السنطه وداكشي، ويديرو التلفازه ويشوفو دقات القلب وداك التخربيق. وفي نفس الوقت خصني نحاجكم يديرو تحليل البول، ولكن ما شربش الماء. فقالوا لي واش بغيتي اتاي ولا قهوه ولا الماء؟ قلت لهم جيبوا لي غير الماء باش نقدروا نديروا بعد هذيك التحليله. المهم ما عرفتش، ما كانوش غياخذوا لي الدم، جاوا غير عبروا لي الطونسيون داكشي. فالمهم انا معكم تنشوف ان شاء الله. فقصتني هاد البعد، فبناتي الاخرين كانوا كيعطوني بيت بوحدي، دابا هما في الاول كيعطوك هكا مع كيعطوك البيت مع الناس. وقيلا ملي كتوصل مرحلة الولادة كيبداو كيحولوك، حيت في ايفا هكا دارو ليا. وصراحة حتى في ايلا صافي، منين كيعرفو انه صافي خصك تولدي كيدوك لبيتك بوحدك. ومنين كتولدي انت وزهرك، يا اما كيخليوك في بيتك بوحدك يا اما تيجيبوك عاوتاني بحال هاد البلاصة. فهنا معاكم هنصور لكم كلشي ان شاء الله دقة دقة. نحاول نسكت شوية لانه مبقاعنديش الطاقة. كنت باغا ناكل تمر، شحال حاجة كنت باغا نديرها ما درتهاش، حيت كنقول ما بغاش نولد، باقي عليا الحال على الولاده. الا ولد دابا غنتسنى ولده وولاده مبكره، فهمتوا؟ الا مشيت انا شربت القرفه ولا التمر ولا داكشي اللي انا مولفه كنديرو كيعاوني في الولاده، غادي نصدق خارجه على راسي. دونك جيت كيف ما انا، دقات القلب عندي مجهدين بزاف. المهم فاش كيجي هما ما كنقدرش نصور، خصني نسولهم نقول لهم واش عادي نصور، حيت كما كيبغيوكش تصوريهم. فكيجيبو دوك لي ماشين وداكشي كيبقاو يعبروا ليك وكيمشيو القنطه. عرفتو حاسه بالقنطه؟ كون كان معايا دابا عمر كون على الاقل حنا مجمعين وداكشي. وماما مبغاش نعيط ليها حتى تشوف الفيديو حتى نشوف شنو غيطرى، فهمتوا؟ دابا خصهم ياكدوا ليا، حيت خاصها تشوف واش الوالده مفتوحه. هادشي كلشي قالتو ليا دابا، وعلى ما قالت ليا حيت كان عندي واحد الرونديفو ديال خصني ناخد الحديد. يقدروا يديروه ليا اليوم الا ما ولدتش، ولا كانت عندي حاله الولاده غادي يجيبوا ليا بيجامه. حيت قالت ليا ما جبتيش بيجامه يمكنش تبقاي بهذه سخونه عليك، والسروال حتى هو خصو يتحيد وداكشي. قلت لها ما جبت والو، فعطوني دوك ديال السبيطار. شتو على غفله ما موجده حتى شي حاجه. حشمت نقول لها، كيقول لك لا ماشي مشكل، كيتعاملوا معاك زوين صراحه. قالوا لي بالعكس كتوقعوا عادي، بلاتي نعرفوا راسنا من رجلينا. وديك الساعه شو قرر شنو ديري، صيفطي الراجل كيجيب لك الحوايج ولا هذا. والمهم فيض الله البنات داروا لي دابا الدم، ماشي الدم، الحديد راه هو غادي كي ما فين هو هذيك هي الفوقانيه كاع ما كتبانش مزيان. المهم بحال بلاستيكه كتكون عامر. ما عرفتش شنو هادشي، ما علينا تيجي هما يشوفوا شنو هو. قلت لكم جات، قالت لي بانه ماشي شي حاجه غير شي الم الم ما نعرف. المهم ديجا انا كان عندي هاد النهار المفروض انا ندير فيه هاد الحديد زعما نزيدو، لانه كانوا داروا لي التحاليل. ما صورتش لكم مع فاش كنت مشيت درت التحاليل ولقاو عندي هابط الجوج الحديد في الدم وعندي فقر الدم وداكشي. ف واخا كنت طلبت ليهم شحال هادي كما قلت لكم ما بغاوش، اكتشفوا بانه فعلا عندي نقص بزاف. فتيخافوا في الوقت ديال الولاده تجيك شي ايموراجي. جاني الصهد، الصهد بزاف. كيخافوا تجيك شي ايموراجي ولا شي حاجه. الو دابا كيزيدوا ليا في الحديد. قالوا لي بانه عندي الضغط مزيان، كل شيء مزيان، درت التحليله حاشاكم، مشيت للطواليط عطيتهم
يديروا تحليل البول، الهرمونات الحمالة باقا مزيانة، داروا لي التخطيط ديال الكرش. ما نقدرش نصور لكم دقات القلب، نحاول نصورهم لكم، نحاول ندوز لكم هنا لحقاش كانت كرشي عريانة، وعطيتها صورات لي فيديو، قلت لها صور لي كي كرشي يعني دقات القلب. فكل شيء مزيان التخطيط، فهما دابا كيحاولوا انهم يعني دي تراي تو كيب مي، شنقول لكم، كيحاولوا يخليو بنادم الداخل على قد ما قدروا. بقى حاجه واحده دابا مور هاد الحديد هي غيشوفوا الوالده، ياك مع الوالده مفتوحه، لانه عندي الم بزاف لتحت. فالمهم انا معكم كل مره ندير لكم واحد الابديت فلك. هاد سميتو منين داروا لي حسيت بالسخونيه اكثر من قبيله، قبيله حسيت بالسخونيه الصراحه. فالمهم وغنشوف البنات صافي نحيدوا لي هذا، وعطاوني في نفس الوقت الدواء. هذا حيدو قبيلة الصراحه، وغيخليوني هنا باش يبقاو حاطين عليا العين ويشوفوا شنو كاين. مومو باقا كضرني، عرفتوا باقي الوجه وكتحرك، وتشيز يعني ساين زوين انها كتحرك، قالوا لي دونك قالوا لي خصك تبقاي تحت العنايه نشوفوك، تبقاي معنا هنايا. الوالده الحمد لله ما مفتوحاش، ولكن يعني تقدر في اي لحظه تغير الامور. دابا جاني الناس بزاف، قلت لهم جيبوا لي الماء، جيبوا لي مسكن الماء. والمهم هنايا باقا هنايا، جاني الناس وجاتني السخفه وبحال ضعفت ضعفي تفهمتوا، في نفس الوقت الالم. ايوا المهم كل مره عندي لكم ابديت، مليت يا ربي تسمح لي كنكره السبيطار. المهم كنحس براسي ضعيفه ما واكلاش، يعني ما عنديش حتى الطاقه باش نولد. حكايه لي عمر انا نرجع معكم رئيس بسبب انه قال النوم في زمن الحريه، والفيديو نزل على الفيسبوك وتشاف، لكن من حسن حظ سامي ان بيكون في واحد شغال في المكان اللي هو مقبوض عليه. ما تمشي عليا البنات تلقى دوك البرامج ديال نتوما عارفين مؤخرا. كنت كنقول لكم ديما راه كانت لها عندكم سي الخراز، عندكم جرائم غامضه، عندكم تحقيقات الكوارث الجويه، كاع هادشي هذا كنبقى نتلهى به. ميس ليمو عرفتو بزاف تبليت بهادشي. دابا كنتفرج فيلم في الخمسينيه كيبقى يدير ملخصات الافلام. المهم تكرت عرفتو جاتني سخانه سخانه سخانه، وكنحس براسي سخونه من الداخل، مقدرش نتغطى. راه دايره غير هادي هكا خفيفه كويشه عليا، ما مغطياش بالكوفر اللي ديال الناموسيه، حيت خرجت خليت راجل محلولين، جيت لقيت البرد. واخا انا في السخانه جاني البرد في رجليا حيت رجلي عريانين. المهم بغيت نكمل لكم. عييت صراحه وحق الله العظيم، تصوروا لي تنقول ليلي عليها الحرقه قتلتني واحد الدرجه ما تخيلوش، ولكن ما عرفتش علاش جاتني السخانه الحراره، جاتني الحراره بزاف. فقالت لي غنبقى تما في السبيطار، غنبقى غير متكيه ليهم، يعني غنبقى غير ناعسه باش كل مره يجيو يشوفوا الضغط، يعبروا الضغط ديالي ويشوفوا واش كلشي هو هذاك ولا لا. قلت لهم خليوني نمشي في حالتي، انا ديما اصلا في السبيطار تنقول لهم خليوني نمشي السبيطار، صراحه ما تبغيش لعدوك. واخا كيجيو عندك كيضحكوا معاك كيتهلاو فيك وكلشي، ولكن ما نكذبش عليكم، اوه يا با اوه اصلا كيخليو كيمشيو مده تيضبروا. كانوا كل 10 دقائق كل 15 دقيقه كيجيو لعندي، كيدخلوا لعندي داك البيت، حيت في الكول كاين غير كاين كولوار وكاين بيرو ديالهم حدايا، غتكونوا سمعتوا الهضره ديالهم. فالمهم حفتو بقى ما واكله والو، النهار كله ما واكله والو. بحال عيط لي عمر قال لي شنو تاكلي شنو زعما تبغيو داكشي، قلت ليه ماشي هي والو، ما قادره على والو وما بغاش اصلا الماكله. قال لي نجيب لك شي حاجه تاكليها. البنات بغاو برجر، فغادي نجيب لهم بعدا هما البرجر ياكلوا، لانه ما واكلينش، وانا ما قدرتش نطيب ليهم ولا ندير لهم والو. وفي المود ديال الناس بغيت غير الناس، خليتهم ساكن لتحت تيتفرج، انا ناعسه ايفا كتفرج في التلفازه، هو اصلا
عرفتو دابا جاي في الطريق، قلت ليه صافي من تما لتما يعني حاول ما تطلعهم لياش ما تصيفطهمش ليا. مسكينه جابت ليا ايبان الماء، فين هو؟ جابت ليا الماء وجابت ليا داك الكوكي، بسكوي تاع الكوكي، وهذيك راه هي اللي تما بيضه، هذيك كينا هي اللي جابتهم ليا مسكينه ومشات. عرفتي شحال دخلت للتواليت رديت، ما عرفتش هاد الرده منين جاتني. المهم خاصني قالك الراحه التامه والراحه والاستراحه، ما درت شي حاجه، ما تحركش، ما والو، ولا طرات شي حاجه في هاد 24 ساعه نعيط ليهم. 24 ساعه الجايه دايره مخده بحال العاده، بين ديما انا خاصني ندير مخده على رجليا حيت ما عنديش داك البيلو ديال الحماله. هاد الحماله شحال من حاجه ما شريتهاش، لانه في ايفا كنت كنشري كل شيء، رميته ولا عطيته، فين لا عاد شريت كل شيء رميته، شي رميته شي عطيته. ها هو جا، وهاد المره قلت ما غنشريش، لانه اصلا هذاك الشيء ما غاديش يبقى عندي، وعلاش نبقى نخسر فيه الفلوس. فالمهم كنت باغا كنت محتاجه نشري هاد البيلو، هادي الساعه قلت بلاش. نو لا دمئيت، لا دمئيت، عرفتو. كيفيق عينا. المهم دابا نرجع معاكم، البنات رجعت معاكم. المهم هاد الفلوق حليت الكاميرا وهانتوما معايا، اللي كان جديد وهذا راه هانتوما معايا. شو جايبه لي مسكينه، نشوف هادشي راه كلوب تياكلوه بفوات فيس ايفا. هاد شنو جاب ليا عمر هنايا؟ لا كان عندي ناكل انا فوق هادشي. او كوك تما راه كاع اللي ضربت هاد الايام ديال التصبغين وداكشي غادي تضرب ليا في الزيرو. دابا هنايا عندي واحد البلاطو الصراحه تاع الموسيه ديال الماكله. المهم هذا بحال الكاتشوب. بلاتي بلاتي هانتوما يا اختي، عرفتو قلت ليه ما تجيكش ليه من ناكل، ولكن مسكين قال لي لا ما تبقيش بالجوع، تمشي تجيك الولاد على غفله ولا شي حاجه وانت فيك الجوع. هذا تشيكن اند تشيبس، البنات هنا راه يعرفوه بسميتو الدجاج، بحال محمر شتو. عرفتو كنسمع الزنقه الطوموبيلات وكنقول علاش هو راه الشرجم ما مسدودش، الشرجم صافي مع المايونيز، وهذه حاره خصوص حاره. وطبيعة الحال عارفني انا ما نتخلاش على المناضه يا اختي، كنحاول وحق الله. عطوني شي حل للبنات ندير فيها شي حاجه ما تبقاش تعجبني، فطموني عليها. المخده اللي كندير على رجلي ضروري، عندي جوج كنديرهم بجوج. فالمهم انا كل شويه حيت ما قدرتش ناكل صراحه، ونرجع معكم.